اخويا اخويا كنا خدامين ما بينا ما علينا حتى شمينا واحد الريحه ديال العافيه فاذا بالساكنه كتشوف بالبصر ديالها لجهه الشقه فاذا باللهيب بدا كيخرج يعني كاين شي مشكل في البارطمان والسبب كيقول بانه شارجور لا الحمد لله ما كاين حتى شي اصابات الحمد لله يعني كانت استجابه سريعه لا من السكان ولا من الواقع المدني ولا من رجال الامن. انا جالسين اخويا في المحل ديال الخدمه وسمعنا الحريق كان من دارع وجينا نشوفوا لقينا واحد الشقه في هذه العماره كتحترق وخرجنا لقينا مساكن الكارديان والناس ديال هذه العماره هما اللي كيدفعوا في العافيه. من بعد جات الوقايه المدنيه وجاو رجال الامن قاموا بالعمل ديالهم كنشكرهم وكنشكر هاد الساكنه ديال هاد الاقامه. كمان كيقولوا كان واحد السيد في لابارتمون اللي كان مي واش كان اكزاكتومون ولا لا ما عرفناش، مي كاينه واحد الناس من الساكنه ديالهم تخنقوا مساكن بالحريق.